إذا بدنا نكمل السؤال اللي بدينا نحله المرة الماضية، في عندي 3 فيز 6 بلس فولي كنترول ريكتيفاير جايها مرة 3 فيز سبلاي هون ار اس تي وعمالها بتغذي بالدي سي، عمالها بتغذي هيفلي اندكتيف لود. قلنا الهيفلي اندكتيف لود رح يكون اوميجا ال اكبر بكثير من ار، بحيث انه الزاويه تبعت هذا الاندكتنس تقريبا 90، وهذا بيترتب عليه انه الكرنت اللي ماشي هون تقريبا بيكون كونستنت دي سي بدون اي ريبل. اذا بتتذكر المره الماضيه لما بدينا حسبنا اول شيء في افريج على زاويه 0 اول شيء، مش هيك؟ اخذنا الفا بتساوي 0 ديجريز، وعلى هذا الاساس طلع معي هذا في طبعا 6 بلسز 1 2 3 4 5 6 شكلهم زي هيك. ومنه شو حسبنا؟ من هاي ايش حسبنا؟ ايش الفورمولا استعملنا لما نحسب؟ في افريج، ففي افريج كانت هون لها قيمه معينه وحسبناها حسب الفورمولا اللي هي اظن 3 جذر 3 في ماكس على باي في كوساين الفا، الفا هون 0 كوساين الفا 1، طلع معي القيمه هاي. وقسمنا بعدين اخذنا هذا الفولتج الافرج قسمناه على قيمه ار، ايش طلع معي؟ اي افرج. فهذا هون ار هون وهذا ال، طلع معي اي افرج. هلا قبل ما اكمل الحل بدنا نفهم هذا الكرنت اللي هون اللي هو دي سي من وين بده يجي؟ دي سي هو اي سي، يعني هذا الكرنت هو دي سي مزبوط؟ لا. من وين بده يجي؟ ما فيش بطاريه عندي. لا. اذا من وين بده يجي هذا الكرنت؟ من 3 فيز. اذا شو شكل الكرنت اللي بده يجي في 3 فيز؟ ما راح يكون ساينسويدا. واضحه هي النقطه؟ هي نقطه مهمه جدا. يعني خليني ارجع اتذكر الآلة 60 درجة، احنا قلنا هدول كل واحد منهم بيشتغل لفترة قديش؟ هذا بيشتغل لفترة 120 درجة، 60 مع الاس و60 مع التي. وهذا هو بيشتغل كمان 120 درجة، 60 مع الاس و60 مع الار و60 مع التي. وهذا بيشتغل 120 درجة نفس الشيء، وهدول بيشتغلوا 120 درجة. لو بدي ارسم الكوندكشن تبع هدول بتتذكروا رقمناهم، شو رقمناهم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، لأنه هذا هو الترتيب تبعهم. لأنه رح يشتغل عندي واحد بالأول رح يضل شغال 120 درجة، معاه لفترة معينة 60 درجة رح يشتغل اثنين، بعدين رح يشتغل عندي ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذول الفارق اللي بيجي تبعهم. خلينا نرسمهم هون بهذا الشكل. رح أرسمهم، رح آخذ 30 درجة، كل مربع من هون رح أعطيه 30 درجة، عشان هاي نقطة مهمة لأنه بدي أفهم شو شكل الكرنت اللي جاي من آر. هون شركة الكهرباء بتعطيني ورح أسحب منها كرنت. الكرنت شكله مش ساينوسويدا. متذكرين ليش مش ساينوسويدا؟ لانه هذا اللود بطل لينير لود. ايش هذا؟ نون لينير لود. لانه نون لينير لود رح يبطل شكل الكرنت ساينوسويدا. احنا متفقين على الكلام، قلنا انه النون لينير لود هاي طبيعته. النون لينير لود بحط له ساينوسويدا فولتج، ايش بسحب؟ نون ساينوسويدا. اذا لو بدي ارسم خلينا استعمل الثلاث الوان هذول حتى ارسمهم. رح ابدا ارسم مثلا بالاحمر، رح اقول ايش ابكر نقطة بطل عملها فارق؟ متذكرين؟ قلنا ايش ابكر نقطة بطل عملها فارق؟ 30 بالنسبة لمين؟ بالنسبة للزيرو. الزيرو تبع مين؟ تبع الار. إذا 30 بالنسبة للزيرو، لو فرضت الزيرو تبع الار هون، إذا ابكر نقطة بطل عملها فارق هي من هاي النقطة. هلا لاحظوا ار رح تضلها شغالة 120 درجة، 30 درجة 60 درجة مع اس و60 درجة مع تي. فرح تكون عندي هاي 30 60 90 120. إذا ار هذا اللي هو رقم واحد، إذا كانت الزاوية طبعا هذه هون زيرو، راح يكون كوندكتنج من 30 درجة ل 150 حتى يصير 120 درجة، 120 درجة 30 ل 150، مضبوط؟ وهذا هون راح يكون ار، واللي هو الثالث رقم واحد اللي راح يشتغل معي هون. هلا مين بعده بيجي بيشتغل؟ اثنين بيشتغل هون مش هيك؟ بس مين اللي كان شغال مع ار قبل هيك؟ الستة آخر واحد من السايكل اللي قبلها، الستة اللي كان مكمل. يعني خلينا استعمل أخضر للإس. الإس اللي كان شغال معي من قبل رح يطفي هون، مين رح يصير ذا موست نيجاتيف بعد النقطة هاي؟ والتي بار اللي هو هذا 2 رح يشتغل لمدة 30 60 90 120 وبعدين رح يطفي هون. فلاحظوا الفترة هاي رح يكون عندي R minus S، بعدين رح يصير عندي R minus T، فهذا رح اسميه T بار. ايش الثايرستر اللي بيرتبط فيه؟ رقم 2. لو رجعت هون بس حتى اكمل هاي، هذه مين اخر واحد كان هون؟ 6 اللي هو الـ S S R
بار رقم 6 مجموعة. بعدين بعد الار اشتغل الاس لانه راح يبطل هلا ار نص بوزيتيف راح يصير نص بوزيتيف اس اللي هو 3 راح يجي. انا طبعا هذول فاصل بينهم بس هو فيش فصل بينهم راح يصير واحد والثاني مباشره يشتغل الكارنت راح يتحول من ار راح يتحول يصير مورفي اس. اذا عندي 30 60 90 120 وهذه هي عباره عن اس وهاي راح يكون ثيرستر رقم 3. بعدين عندي هون عند الفترة هاي راح يصير عندي S minus T بعدين S minus R فراح يشتغل عندي 4 اللي هو راح اعطيه اللون الاحمر. لاحظوا اني حطيته بالنيجاتيف لانه الكرنت راح يرجع رجوع فيه النيجاتيف تبع الكرنت راح يرجع فيها. فهون راح نحط بال R بار 1 2 3 هي 4 120 درجة. هذا هون R بار ورقم هناك 4. بعدين عندي اخر واحد مين راح يبطل most positive S مين راح يصير the most positive تي فراح يجي عندي هلا لهون اللي هو قديش رقمه هناك؟ 5 المفروض يكون مش هيك؟ 30 60 90 120 وهذا اللي هو هون تي راح يكون هذا 5. ومين راح يجي بعدين تحت هلا عندي هون؟ الموست نيجاتيف صار اس اللي هو جزء منه هون وجزء احنا اوريدي رسمناه صح هي هناك هذا اللي تكمله هون اللي هو صار اس بار وهذا راح تكون 6. وطبعا هون راح يجي الجزء الازرق هذا هي هون راح يكون يكمل من هون هذا هو تي رقم 5. هلا قديش ارتفاع الكرنت او هون اي افرج قديش احنا حسبناه بالمثال طلع معنا 10 امبير ولا 56 امبير. فاحنا لما حسبنا بالسؤال قلنا انه اي افرج هذا اللي هو ماشي هون اي افرج هذا الدي سي قيمته كانت 56 وقديش؟ 0.7 0 اوكي خليها واحد يعني اوكي 56. هلا احنا عم نقول انه في اي لحظه من اللحظات في 56.1 امبير هذا الكرنت بده يجي من واحد من هذول ويرجع في واحد ثاني مضبوط؟ بيقدر يرجع من نفس الار؟ ما بيقدر. بده يجي من الار ويرجع في الاس، بده يجي من الار ويرجع في التي، بده يجي من الاس ويرجع في الار، بده يجي من الاس ويرجع في التي، بده يجي من التي ويرجع في الاس، بده يجي من التي ويرجع في الار مضبوط؟ وقديش قيمته قديش ارتفاعه؟ 56 امبير. بدنا بطريقه معينه بالمنيح بالعاطل بدنا ندبر هدول يجوا من الار واس بس شكل الويف فورم واضح انه ايش؟ ما راح يكون ساينوس راح يكون اي سي راح يضل فيها جزء اي سي لانه فتره من فترات راح تكون بوزيتيف ونيجيتيف. هلا طلعوا لي بالفتره هاي مين راح يكون بالفتره هاي عم بعطيني البوزيتيف من وين راح يجي 56.1 من ار مش هيك؟ اذا لاحظوا الار خلال الفتره هاي راح يعطيني 56.1 امبير يعني هذا الارتفاع هون راح يكون هذا من 56.1 امبير. ومن وين عم برجع الكرنت في اللحظه هذيك؟ النيجاتيف من الاس يعني خلال ال 60 درجه هدول ار اللي هي ار ماينس اس راح يجي عندي 56.1 امبير بوزيتيف من ار وراح يرجعوا نيجاتيف من اس اللي هي هاي هيها من هون. وخلال الفتره هاي هلا هون لما بطل اس ذا موست نيجاتيف مين صار ذا موست نيجاتيف؟ مين اللي اخذ اذا الكرنت النيجاتيف تبع اللي كان مرجعه اس مين اللي صار يرجعه؟ صار يرجعه تي بار فصار الكرنت النيجاتيف يمشي في تي بار من هون. وبعدين لما بطل ار ذا موست بوزيتيف وكان عماله بيزودني ب 56.1 امبير بوزيتيف مين صار يزودني فيه هون؟ صار يجي صار يجي بالاس وهكذا. اذا وين شكل الكرنت اللي عماله بيمشي بالار؟ مش هون راح ينعكس الار راح يصير نيجاتيف؟ اذا هاي الاشاره الحمراء هاي وهاي خلينا نرسمها لحالها ارسمها في مكان منفصل او خلينا ارسمها هون فوقها. هاي الكرنت اللي شايف السطلات انا عارف انه غريب رح تقول لي كيف سكوير ويف عماله تمشي سكوير ويف شركة كهرباء اللي عم تولد كهرباء ايش الكرنت اللي عم بسحبه منها؟ هو اي سي بس شو شكله؟ سكوير ويف هي بنرسمه هون هي ها رح نرسمه هون رح ناخذ هي عندي 56.1 امبير ضل لمدة 30 60 90 120 نزل لزيرو قديش ضل زيرو؟ 30 60 60 درجة بعدين شو عمل؟ صار نيجاتيف 30 60 90 120 رد رجع مرة ثانية وصار هون هاي النقطة برجع هاي الويف فورم. هاي الويف فورم ليش بقدر اقول عنها؟ سكوير حتى هي مش سكوير ويف هي كوازي سكوير او ستيب ويف تشبه السكوير ويف. انت لو جيت حطيت اوسيلوسكوب لو جبت اوسيلوسكوب وحطيت فيه كرنت بروب وركبته عند النقطة هاي شو الكرنت اللي راح تشوفه اللي بسحبه انا من الشركة؟ هذا وهذا شو بسبب؟ ايش هذا بيعمل للشركة؟ شو المشكلة بسببها للشركة؟
ايش انا عمالي بسحب الان من الشركه؟ هلا عم بسحب منهم ساينس ويدر؟ هاي مش بقدر اطلع لها الهارمونكس زي ما طلعتوا الهارمونكس. بس طبعا شو اللي يختلف عن المثال اللي جابه في الامتحان؟ تمام، فيها جزء زيرو اللي انتم حليتوها. كيف كان شكلها؟ كان شكلها هيك، هاي كيوب بروبر سكوير ويف اللي حليناها كان في 180 درجه اون 180 درجه اوف. وقديش طلعوا معكم الكوفيشنتس؟ 1 على 3، 1 على 5، 1 على 7، 1 على 9 مشين. هلا هدول رح يختلفوا، رح تلاقوا بهاي بيختفي 1 على 3، بيختفي 1 على 9. مضبوط؟ ايش كان القانون؟ ايش كان القانون للهارمونكس اللي في السبلاي سايد؟ اللي هو اربعة ام على لا، في قانون عن الهارمونكس اللي في السبلاي حسب البلس نمبر. ان بي زائد ناقص واحد. ان بي احسنت. احسنت، ام بي زائد ناقص واحد. فلما بيرتفع على البلس نمبر من هون بيرتفع على 6، بصير عندي هون 6 زائد ناقص واحد 5 و7 12 زائد ناقص واحد 11 و13. إذا هاي لو جينا حللناها رح نلاقي إنها بتختلف، بس الفكرة اللي أنا بدي تشوفوها إنه هذا الكرنت اللي صار هون موجود عندي مش ساينوسويدال. ونفس الإشي لو جيت على الأزرق إيش رح نشوف الآن؟ لو جيت على تي رح ألاقي إنه تي شو شكلها؟ شكلها نفس الشكل هاي، بس شفت الباي قديش؟ 120 درجة، بتتقدم عليها 120 أو بتتأخر عنها 240، والإس بتتأخر عن هاي بقديش؟ 120 درجة وهكذا. أوكي ماشي، واضح للهاي؟ إذن هاي نقطة مهمة جدا، لأنه بنيجي نحسب هلا الآي آر إم إس اللي بسحبه من السبلاي، الآر إم إس كرنت اللي عمالي بسحبه من السبلاي بطل شكله مش ساينوسويدال، صار كونستنت. بس كمان في فترة أوف، في هي 60 درجة أو 120 درجة أون، 60 درجة عفوا أون، 120 درجة نيجاتيف، 60 درجة زيرو، بعدين 120 درجة بوزيتيف وهكذا. شكل الويف فورم هاي بدي اعرف كيف احسب الاي ار ام اس كرنت الها. كيف بدي احسب الاي ار ام اس؟ لو انها كلها كونستنت كانت شو بيكون الاي ار ام اس؟ بيكون نفس الفاليو هذا اللي موجود هون، بس المشكله عندي انه في عندي فتره هون بتكون هذه اوف، بدنا نشوف كيف نحسب الار ام اس كرنت تبعتها.